تطورات في الشمال السوري تمثلت في إعلان الأكراد انسحابهم من مناطق حدودية مع سوريا. المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي أكد انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية وقوات سوريا الديمقراطية من قطاع يتراوح عرضه بين 5 و14 كيلومترا على الحدود مع تركيا. وأعلن بالي أنه وفقا للمحادثات الأمريكية التركية فإن عرض الشريط الحدودي على الجانب السوري سيتفاوت وسيشمل مناطق ريفية أو مواقع عسكرية وليس مدنا أو بلدات. ينضم إلينا الآن من دوسلدورف الألمانية ممثل الإدارة الذاتية للشمال وشرق سوريا شيفان الخابوري. شيفان مساء الخير، مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار من جديد. ما الذي جرى وما الذي يجري؟ نتحدث عن انسحابات كردية من بعض المناطق، هل لديك أولا تفاصيل فيما يتعلق بهذا الاتفاق؟ حتى الآن الكثير من تفاصيل هذا الاتفاق التركي الأمريكي لا تزال غير معروفة، ومع ذلك الوحدات بدأت بالانسحاب من بعض المناطق. دعنا في صورة ما يجري إذا سمحت شيفان. نعم، تحياتنا لكم ولسادة مشاهديكم. يعني انطلاقا من جدية الالتزام بالتفاهمات الجارية والحرص للتوصل إلى حلول عبر التفاوض والطرق السلمية، تم حتى الآن تم تحقيق التفاهمات التي جرت بين الأطراف الثلاثة، وهم الإدارة الذاتية الديمقراطية وجانب التركي وجانب الأمريكي من جهة أخرى، إلى تطبيقها إلى حالة عملية على الأرض بالنسبة للمرحلة الأولى من التفاهمات الخاصة بأمن الحدود التركية. ووفقا لذلك حتى الآن تم تراجع مجموعات لوحدات حماية الشعب في منطقة سريكانية رأس العين لتحل محلها قوات محلية من أهالي المنطقة، وأيضا تم سحب الأسلحة الثقيلة من تلك المنطقة، وتم تطبيق ذلك في سريكانية. وبالتزامن مع ذلك بتاريخ 26 من الشهر الجاري أيضا تم تحقيق ذلك في منطقة غريسبيت الأبيض. طيب الآن كما فهمنا من الرئيس التركي يعني قبل قليل أو قبل يومين، يقول إن القوات البرية التركية ستدخل المنطقة المقررة قريبا جدا بعد إقامة مركز عسكري مشترك مع واشنطن للإشراف على العملية في مطلع الأسبوع، وهذا تم بالفعل. ولكن هل بحسب معلوماتك سيكون هناك دخول لقوات تركية إلى هذه المناطق؟ لا، حسب الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف الثلاثة أنه الدوريات التركية المشتركة، يعني الدوريات الأمريكية والتركية المشتركة، سيكون مركزهما ضمن الجغرافيا التركية. ولكن بين الحين والأخرى ونحن لسنا بصدد تحديد المدة الزمنية، إن كان سيكون تلك الدوريات مهمتهم أسبوعيا أو خلال 10 أيام أو خلال كل شهر، سيقومون بجولات ضمن المناطق المتفق عليها وسيتراجعون إلى مركزهم الذي هو ضمن الجغرافيا التركية. ومن قبل الإدارة الذاتية الديمقراطية تمت القبول بهذه التفاهمات، وذلك كجانب لأجل تحقيق جديتها بالالتزام بالتفاهمات مع دول الجوار، ومن ناحية أخرى لوقف الحجج التركية التي كانت تقول بأننا نخشى على أمننا القومي. إذن أنت تنفي شيفان بحسب المعلومات المتوفرة لديك أن يكون هناك نية لدخول قوات تركية بحسب الاتفاق بين هذه الأطراف؟ بالتأكيد ليس هناك ثمة اتفاق بموجبه يوحي أنه ستقوم الإدارة الذاتية الديمقراطية بالقبول أن يكون هناك تدخل لجيش القوات التركية البرية في مناطق شمال وشرق سوريا. نحن نتحدث عن اتفاقية بموجبها سيكون هناك دوريات مشتركة بين كل من القوات التركية والقوات الأمريكية في المناطق والنقطتين المتفق عليها. حتى الآن التفاهمات وصلت إلى هذه الدرجة ليس أكثر، ولكن التصريحات التركية هي تصريحات كلنا يعلم أنها تصريحات متقلبة ومغايرة. فقبل فترة كانوا يقولون بأننا قد أخذنا الضوء الأخضر والموافقة من الولايات المتحدة على إنشاء منطقة آمنة بعمق أكثر من 30 كيلومتر، وهذا
هذا بطبيعة الحال لم يتم. طيب الآن فيما يتعلق بالسيطرة على هذه المناطق، ذكرت قبل قليل أن قوات محلية ستتسلم، يعني قوات محلية تابعة لمن تحديدا؟ يعني قوات محلية من أهالي المنطقة، من كرد وعرب وسريان وتشركس. نعم، ولكن مرجعيتها العسكرية تعود لمن؟ بالتأكيد إلى الإدارة الذاتية الديمقراطية، يعني لقوات سوريا الديمقراطية. حتى للملاحظة أخ مهند، نعم هنا فقط للملاحظة، هذه المنطقة الجغرافية التي تم الاتفاق عليها كمنطقة منطقة تفاهم نستطيع أن نقولها، أو منطقة لنقاط المراقبة، هذه المنطقة المؤسسات التابعة للإدارة الذاتية الديمقراطية ستستمر في ممارسة عملها كسابقتها، لن يتغير أي شيء. هذه المنطقة فقط قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة سيقومون بالتراجع إلى نقاطهم الجديدة، وسيحلون مكانهم المجالس العسكرية المحلية من أهالي المنطقة. أما باقي المؤسسات الإدارية التي كانت بالأساس موجودة ضمن تلك الجغرافيا سيستمرون بممارسة عملهم كسابق ولا يتغير أي شيء في ذلك. أيضا النقطة الثانية، الأسلحة الثقيلة ستتراجع أيضا، وسيحل محلها القوات المحلية بالأسلحة الخفيفة. أسلحة ثقيلة ستتراجع، حواجز وتحصينات وأنفاق ستتم إزالتها، يعني هناك العديد من الترتيبات بحسب ما فهمنا شيفان. يعني هو في النهاية الحواجز والترتيبات التي تقوم بها أي جانب من أي دولة هي للإحتياطات، لأن لا يتم هناك غزو لتلك المنطقة أو احتلال لمنطقة أو ما شابه ذلك. ولكن نحن حينما نصل إلى صيغة سلام مع طرف معين لسنا بحاجة إلى تلك السواتر، وخاصة هناك طرف ضامن وهو الطرف الأمريكي. طيب كما فهمنا أيضا أن هذا الاتفاق سيتم تنفيذه على مراحل، وأن ما جرى حتى الآن هو مجرد مرحلة لمراحل ستلي ذلك. ما هي المراحل التالية بحسب معلوماتك شيفان؟ يعني بحسب المعلومات لربما هذه النقاط المراقبة تتم لأكثر من منطقة. حتى الآن هناك تنفيذ العملية على الأرض على منطقة سريكانية ومنطقة جريسبي، أي مناطق رأس العين وتل أبيض. لربما يكون هناك نقاط مراقبة في أماكن أخرى أيضا. وهنا أيضا ننوه بأن المناطق التي سيتم إذا ما تم الاتفاق على مناطق أخرى أيضا ستكون المناطق الخالية من السكان، أي لا تشمل المدن، المناطق المأهولة والنقاط العسكرية فقط، وذلك كبادرة حسن نية من طرف الإدارة الذاتية الديمقراطية التي كنا نحن ننادي بها منذ سنوات، ونقول للجانب التركي إننا مستعدون أن نتفق معكم ونتفاهم معكم ونصل إلى صيغة بموجبها تكونون أنتم مطمئنين أنه ليس ثمة أي خطورة من جانبنا على الأمن القومي الذي تتحججون أنتم به. ولكن تركيا التي كانت تتهرب من الاتفاق والتفاهم، نحن بصدد أن نشمل جميع الحدود الموازية لتركيا إذا تم هناك تفاهمات، فهذا لصالحنا أيضا. نحن أيضا بحاجة إلى أن تكون الإدارة الذاتية الديمقراطية مطمئنة ويكون الشعب مطمئنين، لأن لا يحدث أي صدام أو أي معارك. كل هذه التفاهمات تأتي نتيجة حقيقة قوات سوريا الديمقراطية التي تذهب إلى المنحنى السلمي والمنحنى الذي بموجبه يتم التفاهم السياسي لا على الجانب العسكري، والاقتتال الذي لن يستفيد منه أي طرف. شكرا جزيلا لك شيفان الخبوري، ممثل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، كان معنا عبر سكايب من دوسلدورف في ألمانيا. شكرا لكم.